بحبكم يا أحلى متابعين في العالم. مثل ما أنتوا شايفين قاعدين منجهز لعيد ميلاد علي. فاليوم عيد ميلاد علي وأنا ومنى شو نعمل يا منى؟ هنجهز لعيد ميلاد علي. يا منى شو أول شي جبنا؟ طبعا إحنا ما صورنا لكم، وبالأول جبنا بوكس. عشان شو يا منى؟ فرجيهم البوكس. يلا لا شوي شوي، جبنا بوكس عشان هذا البوكس رح نعبيه هدايا كتير حلوة. اوكي فرجينا يا منى البوكس. خلص ما بدنا نوريكم شو جبنا جوا، فرح نحطها بهذا البوكس كتير هدايا حلوة. حطي هذا جوا كمان، وكمان رح نروح نجيب لعلي ايفون، وبدنا نجيب له الاشياء اللي كتير بحبها ونحطها جوا البوكس. فقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وعلامة الجرس. احنا بالطريق اول شيء عملنا انه اشترينا البوكس والاشياء اللي هنحطها جوا، نحط الهدايا جواها. تاني شي رح نعمله رح نروح على محل فيه كل الكانديز والاشياء اللي علي كتير 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 بحبها، والتشيبس والسناكس، فهنروح نجيبهم عشان نحطهم جوا البوكس. وتالت شي رح نروح نجيب لعلي الايفون، فخليكم معنا نوريكم المشتريات اللي رح نجهزها وبعدين كيف رح نعمل البوكس الهدية. اوكي قربنا على المكان الثاني اللي فيه السناكس والاشياء اللي علي بحبها، فهينا احنا لسه بالطريق ورح نروح نجيب الاغراض معكم. قلنا وهلأ رح نصف ونطلع نجيب الأغراض، خليكم معنا. شو يا منى are you excited؟ yes. وصلنا على أول مول. طبعا إحنا اليوم رح نروح مولين لأنه أبل ستور مش موجود في هذا المول، فهلأ إحنا رايحين على منى انتبهي، هلأ رايحين على هذا المول علشان I think منى كمان فوق، لازم نروح كمان مرة فوق. إحنا ما صورنا لكم أول مرة رحنا على مول تاني، فعشان نجيب الايفون اللي علي بده اياه ما كان موجود في هالمول، فرح نروح على مول ثاني كمان مره. علي كان بده يجي معنا بس لانه بدنا نعمل له اياها مفاجاه، وبدنا نخليه كل شيء هنجيب له اياه مفاجاه، عشان هيك ما اجى معنا. دلنا على المكان اللي علي كتير بحبه وبدنا نجيب له الاغراض. طبعا هو كتير بحب البرايم، رح ناخذ له برايم. شو كمان يا منى بدنا نجيب؟ وين الشيبس اللي علي بحبه؟ لا بدنا مش لإلك هلا، بدنا نقي لعلي. وين في التشيبس هداك يا منى عرفتيه؟ خلينا نجيب اشياء علي كتير بحبها. اوكي علي كتير بحب التاكيز، رح ناخد له تاكيز، ناخد له واحد من هذا علي كتير بحبه. برايم اوكي بجيب لك وحده برايم. ولعلي لعلي لعلي شو بدنا نجيب له؟ اهم شيء علي هلا بحب ناخذ له نودلز، وبحب النودلز كثير. اي نودلز علي بحب يا منى؟ اي نوع؟ امسكيهم هدول هلا هون، خلينا نحطهم بمكان. اوكي علي ما بحب هذا؟ ما بحب. طب شوفي اي واحد علي بحب. ممكن كمان ناخذ له تشوكليت، اي واحد اوكي بناخذ له من هذا، علي بحب هذا. هذا التاكيت اللي بحبه. اوكي فاخذنا له واحد من هذا وواحد من التشيتوز. انا بدي هذا. لا انتبهي يا منى. او ماي جاد وقع منى، ارفعي وقع. اوكي شو كمان بدنا ناخذ له؟ اكيد البرايم. هاي شو رايك في هاي؟ ما بحبها. شكرا ما بدي التحدي. اخترنا الاغراض لعلي، هذا كثير بحبه، وهي التاكيز الاخضر اللي بحبه، واكيد البرايم اللي بحبه. هلا رح نشتريهم ونجيبهم ونروح نعمل البوكس اللي كثير حلو. يا احنا هلا بسويت كراش، لكل الناس اللي رح تسال من وين هالمكان، في المشرف مول بابو ظبي. اذا حابين كمان تيجوا تشتريوا اشياء كتير عندهم، كل الاشياء مستورده، كل الاشياء. منى افتحي امسكي شوي رح نفرجيهم. وهلا رايحين نجيب الايفون. شو
شو يا منى؟ اوكي منى هيها رح تاكل هلا التاكي. وهي الاغراض اللي رح نستعملها لنعمل البوكس تبع عيد ميلاد علي. فهلا رايحين على المول الثاني لنجيب الايفون. هلا احنا رايحين على المول الثاني لنجيب الاغراض. جبنا كمان شيء بنفاجئكم اياه لما نوصل على البيت. هلا منى رح تجرب تحط السكتل على المي. هذا سكتل باودر. هنجيبهم اياه يا منى. واو اللون الازرق. واو اوكي اي هاف تو شي. كيف احنا هلا بال رايحين على المول الثالث علشان شوفوا هذا. خلصي منى ما تخربي المفاجأة، بعدين رح نفرجيهم شو رح نحط بالبوكس تبع علي. هلا احنا رايحين على المول الثالث اللي فيه ابل ونشتري علي ايفون، طبعا هو ما بيعرف ابدا، ورح نجيب له كمان سماعات ايربودز وكمان تيري. وصلنا على المول الثالث وهلا رح نروح على الابل زي ما اتفقنا. يلا يا منى. هلا رايحين على ابل. يلا يا منى. وشوفي يا منى ما احلى الزوائق. منى انت لسه صغيره، لو جبت لك تليفون هلا رح تكسري. ماما مو صغيره. لا يا منى خلص رح نجيب ايفون. ماي ايفون 11 قديم. خلص بعيد ميلادك لما من هون لشهر 8 بتكوني كبرتي بجيب لك احلى ايفون. ميلادي الا كوني. لا السنه الجايه ان شاء الله بتكوني اكبر بجيب لك ايفون. نسيت التليفون جبت لك اياه كيف كسرتيه؟ It was by accident. ما بنفع، انت عم تكسري كل شيء حتى التابلت تبعك كسرتيه. عادي. لما اشوفك ما بتكسري رح اجيب لك احلى ايفون. شو يا منى؟ طبعا هذا المول اللي انا كثير بحبه. لا يا منى كثير حلو، شوف شو عاملين للعيد الاتحاد. انتوا ملاحظين حطوا اغاني كريسمس هلا. Want for Christmas. رايحين على ابل ستور، شوفوا ما احلى. منى انطلقت راحت تركض ركض على ابل ستور. هذا احلى ابل ستور اذا ملاحظين. فهلا احنا رايحين نشتري الايفون لعلي، شكله كثير زحمه. منى وين سبقتيني؟ فخليكم معنا رح نوريكم الايفون رح نجيبه. اوكي منى لاقت الايفون. شو هذا؟ هو اللون وكتير حلو الاخضر. هذا الايفون اللي علي كتير نفسه يجيبه اللي لونه اخضر. منى بدنا هاي هو يو. اوكي رح نجيب لعلي كمان الكفر عشان ما يكسر الايفون. جبنا كمان سماعات وهلأ رايحين ندفع. شو يا منى؟ اوكي هلأ رايحين ندفع. اوكي فهلأ رح نشتري الايفون لعلي الهدية. واو فهلا رح يحطوا فيه اللي بيحمي من انه ينكسر. يلا وجبنا الكيس الهدية. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو باي. لا جبنا الايفون لعلي ورايحين وين؟ رايحين نجهز الاغراض. ايه نسينا شيء كثير مهم اللي هو الاشياء اللي بنحطها جوا البوكس. فهلا رح نرجع نروح على مكان ثاني ونشتري الاشياء اللي بنحطها جنب البوكس، صح يا منى؟ شو يا منى؟ منى ما تفتحي البرايم. راجعين على نفس المكان لنجيب الناقص. وهيك جهزنا البوكس لعيد ميلاد علي، حطينا كل شيء. يلا يا منى روحي هاتي لعلي. يلا يا منى شوفوا ما احلى. وهلا منى رح تعطيه لعلي. علي هابي بيرثدي. هابي بيرثدي علي.
عجبك يا علي؟ انا ومنى وهلا علي رح يجرب التشيبس. لا اطفي خلص هلا علي رح يجرب التشيبس. علي طعمي منى عادي. اي جوت ات. كيف يا علي التليفون عجبك؟ حطيته وعملته كل شيء. واو حطينا كل شيء والكفر كمان. ثانك يو ماما. ويلكم. وهيك كان فيديو اليوم، يا رب تكونوا حبيتوه واستنوا فيديو عيد ميلاد علي. باي. واو هابي بيرثدي. هابي بيرثدي علي. لاف يو.